أعزائي الحضور، مرحبا بكم في حفل افتتاح الدورة 25 لمهرجان جناوة موسيقى العالم. والحقيقة هو أن المهرجان جناوة اليوم اللي عنده 25 سنة كما كتعرفوا، الحمد لله عطى واحد الدينامية إيجابية لمدينة الصويرة. والصورة اليوم إلا جيتوا لها في أي يوم في السنة غتلقاو مجموعة ديال المهرجانات اللي كيبين مرجان أخرى قوة هذا المهرجان اللي خلى مدينة الصويرة ليس مدينة سياحية، مدينة جميلة، ولكن مدينة ثقافية اللي خلقت واحد الدينامية حتى اقتصادية وراء الثقافة. فمرة أخرى جيت في 2022 وفي 23 وحنا اليوم في 24 باش نقول شكرا لهذا المهرجان، شكرا للمنظمين، شكرا للسوريين اللي كيصبروا علينا على هذه المدة الزمنية ديال المهرجان. وزارة الثقافة دائما تدعم هذا المهرجان لأن الثقافة هي الإنسان والإسلام هو السلام. شكرا.